دلوقتي انا خالي المسؤوليه، الحكومه مش عايزه اجيب لكم كباب، عايزه اجيب علب كنتاكي. ارجوك اتمسك بموقفك. الكباب يعني الكباب، لو طلعت الحكومه هترسي على فول وطعميه. تبقى مصيبه. لا تتراجع، ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. ارجوكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم، الحكومه كلها تحت وشبيك مفتوح. الكباب